الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. إخواني، هذا هو درسنا الرابع من سلسلة دروس شرح كتاب ابن القاسم الغزي رحمه الله رحمة واسعة. وعليكم السلام ورحمة الله. توقفنا في الدرس الماضي ذكر بعض سنن الوضوء، ذكرنا السواك وبعض من المواضع التي يستحب فيها السواك كتغير رائحة الفم وعند الصلاة والوضوء، وكذلك ذكرنا أيضا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، وهي أن يبدأ بيمين الفم وأن يمرره إلى اليسار. درسنا اليوم إن شاء الله سيبدأ من فصل أو كتاب فروض الوضوء. فروض الوضوء، الفرض هو ما لا يمكن أن يستقيم به الشيء إلا بوجوده، هذا هو الفرض. ونذكر هنا فروض الوضوء، بدون هذه الفروض لا تصح الوضوء، لا تصح الوضوء. قال الشارح: وهو بضم الواو، وهو بضم الواو في الأشهر. الوضوء، الوضوء، ويمكن القول الوضوء، يمكن القول أيضا الوضوء. الوضوء اسم للفعل بضم الواو وبفتح الواو لما يتوضأ به، لما يتوضأ به، يعني الوضوء هو عمل غسل الأعضاء الأربعة: الوجه، اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. هذه تسمى وضوء بضم الواو. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي تتوضأ به، هو الماء الذي تتوضأ به. قال: وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل، أي ما تفعله. المراد هنا وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به، فأقول: ائتني الوضوء للوضوء أو لأتوضأ به. إذن إذا قلت الوضوء أعني المياه، وإذا قلت الوضوء أعني فعل غسل أعضاء الوضوء. ويشتمل الأول على فروض وسنن، وذكر المصنف الفروض في قوله: وفروض الوضوء ستة أشياء، أحدها النية، وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. والوضوء من الأعمال الجليلة التي حثنا عليها القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى أمر فعل الوضوء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين. كلاهما صحيح. هذه الآية تدل على وجوب الوضوء للصلاة، وجوب الوضوء للصلاة. فرضت الوضوء في ليلة الإسراء والمعراج، وهي الليلة التي فرضت فيها الصلاة،
متى حدثت ليلة الإسراء والمعراج؟ من يتذكر؟ شيخ عبد المالك؟ متى حدثت ليلة الإسراء والمعراج؟ حدثت ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة، السنة العاشرة من البعثة، وهي نفس السنة التي توفي فيها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدافع عنه، بل كان يستميت في الدفاع عنه. وفي نفس هذا العام توفيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، لذلك يعرف بهذا العام باسم عام الحزن، عام الحزن لوفاة هذين الشخصين خديجة وأبي طالب. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم السند والظهيرة ضد هجمات أعدائه من كفار قريش. ففرضت الوضوء في نفس هذه السنة ونفس هذه الليلة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى. يقال أن الوضوء كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل هذه الليلة، لكن لم تكن واجبة، كانوا يفعلونها ويتوضؤونها لكن لم تكن واجبة. والوضوء من الشرائع السماوية السابقة التي سبقت الإسلام. روى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث يروي لنا فضل الصلاة، أنها نور. وبدأ الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، والوضوء من الطهور، الوضوء من الطهور. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الوضوء وذكر لنا أن الوضوء يغسل عنا الآثام كما يغسل عنا الأدران والأوساخ. أخرج إمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إن حوضي لأبعد، يعني مسافة حوضي أبعد من مدينة أيلة، وهي مدينة بالشام، إلى مدينة اليمن، يعني منطقة الشام ومنطقة اليمن، يعني مناطق بعيدة، مسافة بعيدة. والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم أو غيركم. هذا الحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بآثار الوضوء، لذلك عندما يرد الناس حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهم ظمأ يذود
الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحوض بعض الناس. قال الصحابة: وكيف تعرفنا يا رسول الله؟ هناك الكثير الكثير من الأمة سيأتون بعدك، كيف تعرفهم؟ قال: أعرفهم بآثار الوضوء، يعني يأتون إلي غرا محجرا، يعني مناطق الوضوء الوجه واليدين والرجلين تتلألأ، يعني فيها نور من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. ذكر المؤلف أن فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة، أولها النية، وقال: وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، أي أن تقصد أو تنوي في قلبك فعل الشيء وتقرنه بتنفيذه بفعله. لا يكفي أن أقول أريد أن أفعل كذا وكذا إن شاء الله، إن قلت كذا هذا يسمى عزما، يعني عزمت أن أفعل على الشيء لكن لم أفعله. أما النية هي عزم، العزم على فعل الشيء مع فعله مباشرة، مع فعله مباشرة. عند الشافعية والمالكية والحنابلة النية شرط من شروط الوضوء عند هذه المذاهب الثلاثة، وهم الجمهور، وهم الجمهور. لذلك النية تنعقد بعلم الناوي بما نوى وجزمها والشروع في فعلها، والشروع في فعلها. فإن تراخى عنه، أي إن أخر فعل الشيء عن نيته سمي عزما. إن قررت فعل الشيء لكن لم أقم في الحال ولم أنفذ ما عزمت عليه يسمى عزما، هذا عزم، يعني أريد أن أصلي صلاة المغرب وأنا جالس هنا، إن قمت إلى الصلاة وبدأت الصلاة هذه نية. أما إن قلت سأصلي المغرب ولم أنفذ هذا عزم، هذا عزم. وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، عند أول جزء من الوجه. لماذا لم يقل عند أول غسلة تغسل بها كفيك؟ لأننا نعرف أن الوضوء تبدأ من غسل الكفين، صح؟ غسل الوجه، يعني يصح أن أترك الكفين وأبدأ من الوجه. ما الدليل على ذلك؟ نعم، النص القرآني أوضح أن الوضوء يبدأ من الوجه، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أيضا أنه يبدأ من اليدين. لذلك عندما يتعارض نصان أحدهما قرآن وأحدهما سنة، والقرآن يعني واضح وضوح الشمس بأنه أمر افعلوا ذلك، أما السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يعني يحمل على أنه هو الفرض، وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، أنه سنة، أنه سنة. ما الذي يوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل اليدين؟ ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت أبا هريرة، رأيت أبا هريرة يتوضأ، يعني حديث روية من أبي هريرة، أو رأى أحد الصحابة أبا هريرة، أحد التابعين أبا هريرة، فقال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء
ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن فليطل غرته وتحجيله. هذا الحديث يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام أبي هريرة، فبدأ وضوءه بالوجه، وهذا يوافق قول القرآن، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم معظمه كان أن يبدأ باليدين، يعني غسل الكفين أولا. والنية هي ما يميز بين العادة والعبادة، النية هي ما يميز بين العادة والعبادة. مثلا إذا أردت يعني أعطيكم مثال، لعبت الكرة ربما توسخت يعني رجلاي يعني أو يعني تعرقت، بعدها ذهبت إلى مكان الوضوء، عملت فعل الوضوء لكن لم أنوي أن تكون هذه وضوء، ماذا تكون هذه؟ هذه غسلة للنظافة، يعني اغتسلت ونظفت جسمي وهذه مجرد نظافة، لا تكون عبادة. فالفارق الذي يميز بين العادة والعبادة هي النية، ومحلها القلب، يقول الشافعية أن التلفظ بالنية سنة. هذا عند الشافعية. وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك، أن تكون مع غسل أول جزء من الوجه، يعني لا يلزم أن تبقي نيتك يقظة، أن يعني تنوي ما تفعله كل يعني خلال غسلك كل الأعضاء أو كل الوجه. بمجرد أن تبدأ في غسل الوجه يمكن أن تذهب نيتك إلى شيء آخر عادي، لكن لابد أن تكون النية مقترنة بأول الفعل. يقول العلماء: هناك النيتان للوضوء، عند غسل اليدين يمكن أن تنوي السنية، يعني أنك تفعل شيئا من السنة وتحصل على الأجر، تثاب عليها. وعند بداية غسل الوجه تنوي الوضوء أو تنوي رفع الحدث، أو تنوي استباحة الصلاة، لأن الصلاة لا تبيح لك إلا بالوضوء، بدون الوضوء لا تستطيع أن تصلي، يعني أيهما نويت فهو صحيح، أي مقترنة بذلك، لا بجميعه ولا بما قبله، ولا بما بعده أيضا. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر، يعني عند غسل الوجه ينوي رفع حدث من أحداثه. ما هو الحدث؟ الشافعية يعرفون الحدث أنه أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة بحيث لا مرخص، هذا هو تعريفهم. يقولون هو أمر اعتباري. ماذا يعني اعتباري؟ يعني يعتبره الشرع أنه أمر يعني يستحق النظر، يعتبره الشرع. يقوم بالأعضاء أي أعضاء الوضوء، يقوم
بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، الحدث يمنع من صحة الصلاة، يعني لا تستطيع أن تصلي بدون وضوء، أو لا تستطيع أن تصلي وأنت جنب، كلاهما حدث، هذا حدث أصغر وهذا حدث أكبر، بحيث لا مرخص. هناك حالات يكون فيها حدث وتستطيع أن تصلي، مثلا إذا كان عندك سلس البول، يعني بولك لا يتوقف، أو إذا كانت هناك مشكلة في الريح، الريح تجري، أو يعني ربما أخرج البراز أو الغائض من يعني بطنك لا تستطيع أن تتحكم فيه، عندك كيس عافانا الله إياكم لا تستطيع أن تتحكم فيه، في هذه الحالات تصلي والنجاسة موجودة، والنجاسة موجودة. لذلك يعني وضعوا هذا القيد حيث لا مرخص، هؤلاء لهم رخصة، لهم رخصة. أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، أي من يحتاج ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، وهو الصلاة والطواف وغيره، هذه العبادات تحتاج إلى الوضوء. أو ينوي فرض الوضوء، أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط، يعني أي هذه الأشياء اختار أن ينويها فهي صحيحة كلها. أو الطهارة عن الحدث، يمكن أن يقول أنوي الطهارة عن الحدث، وهذا أيضا جائز. فإن لم يقل عن الحدث لم يصح، لم يصح. إن لم ينوي رفع حدث أو وضوء لم يصح. هناك حالات يمكن أن يتوضأ بها الإنسان وليس عليه حدث، مثلا يريد تجديد الوضوء، هو متوضئ أصلا ويريد أن يتوضأ مرة ثانية، فهل يصح أن ينوي أنه يرفع حدثا؟ لا، ليس عليه حدث أصلا، في هذه الحالة يعني لا يلزم أن ينوي رفع حدث. أما إذا كان الحدث عليه فعلا ويتوضأ لأجله ينوي رفع الحدث. وإن نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظيف أو تبرد صحة، مثلا إذا نويت أنني أتوضأ للصلاة ونويت في نفس الوقت أنني أنظف جسمي، هذه يعني شركت بين النيتين، قارنت أو يعني اقترنت نيتي للعبادة مع نيتي للعادة، هذه صحيحة، صحيحة، يعني ما 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 تؤثر، ما تؤثر. مثلا استباحة مفتقر إلى وضوء، مثاله سجود التلاوة، سجود التلاوة هل هي صلاة؟ لا، هي سجود يعني يمكن أن تسجدها وأنت في غير الصلاة، تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى وضوء. مثلا صلاة الجنازة تحتاج إلى وضوء، خطبة الجمعة عند الشافعية تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى وضوء. تمام، هذه أولا، هذه الشرط الأول أو الفرض الأول كان النية. الثاني غسل جميع الوجه، وهو العضو الذي بدأت به الآية وبدأ به الحديث الآن في الذكر. الثاني غسل جميع الوجه، جميع الوجه، ما الذي نعنيه جميع الوجه؟ الشيخ يشرح ما هي، ما الذي يعني جميع الوجه. وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس وآخر اللحيين، يعني يبدأ الوجه من منابت الشعر، من منابت الشعر إلى آخر اللحيين، إلى آخر اللحيين، وهما عظمان عليهما الأسنان السفلى
يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن، يعني يشرح هذه العظمة التي عليها أسنان الفك السفلي، الفك السفلي على هذه الأسنان. فيقول الغسل يبدأ من منابت الشعر أو من بداية الشعر إلى هذه العظمة، هذه العظمة يسمى اللحيين، هذه تسمى اللحيين. وحده عرضا، هذا هو الطول ما تغسله، وحده عرضا يعني من هذه الجهة، حده عرضا ما بين الأذنين، ما بين الأذنين هذا هو الحد، يعني تغسل من بداية شعر الرأس إلى نهاية الذقن إلى وطولا من هذه الأذن إلى هذه الأذن، هذه تسمى منطقة الوجه، منطقة الوجه. قلنا بداية شعر الرأس أو منابت شعر الرأس، إذا كان الإنسان أصلعا هل نبدأ من يعني مكان آخر شعر مثلا من هنا؟ ما هذا القياس؟ نعتبر الإنسان غير الأصلع، من أين يبدأ شعره؟ من هذه المنطقة تبدأ غسل الوجه، تبدأ غسل الوجه. وأما لحية الرجل تركت الشيء صح؟ وإذا كان على الوجه شعر خفيف، إذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف، الخفيف والكثيف ضدان، الكثيف الكثير، الخفيف الشعر الذي ليس يعني عند بينه مسافات، الشعر الذي تستطيع أن ترى الجلد من خلاله يسمى شعر خفيف. أما الشعر الذي لا تستطيع أن ترى من خلاله الجلد يسمى شعر كثيف، هذا هو الفارق. قال وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة. هناك بعض الناس يعني ربما تنبت الشعر أو ينبت الشعر على الوجه نفسه، على الوجه نفسه، إما حالة طبية أو يعني حالة وراثية، في هذه الحالة يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، يعني لا نكتفي بغسل أو بمسح شعر الوجه، يجب أن يوصل الماء إلى البشرة. وأما لحية الرجل، لحية الرجل الكثيفة يعني اللحية الكبيرة أو الكثيفة، وهذا هو الفارق، بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلاله، من خلالها، يعني نعتبر إذا كان الشخص الذي أمامك، الشخص الذي يتحدث معك لا يستطيع أن يرى بشرتك من خلال الشعر، هذا تسمى لحية كثيفة، لحية كثيفة. أما إن كان يرى فهي لحية خفيفة. فاللحية الكثيفة يكفي غسل ظاهرها، أي يكفي غسل ما بدا من اللحية، يعني لا نستطيع أن نغسل حتى منابت شعر اللحية، لذلك نغسل ما نستطيع الوصول إليه من ظاهرها، بخلاف الخفيفة، بخلاف اللحية الخفيفة، وهي ما يرى المخاطب بشرتها، ما يستطيع الإنسان أن يرى البشرة من خلالها، فيجب إيصال الماء لبشرتها، هذه الخفيفة يجب أن نوصل الماء إلى داخل اللحية إلى البشرة. وبخلاف لحية امرأة وخنثى، يمكن ونرى هذه الأيام كثيرا، يمكن أن تنبت أو أن تكون للمرأة لحية
وربما المشكل الخنثى يسمى الإنسان الذي له آلة الرجال وآلة النساء مع بعض ويمكن أن يستخدم كليهما، هذا الإنسان يسمى خنثى. الآن الطب تقدم كثيرا وربما الأطباء يعرفون أيهما أقوى، هل هذه يعني جهة الأنوثة أقوى أم جهة الذكورية أقوى، ربما يعملون له بعض العمليات ويعني يرجحون أحد الجنسين. لكن إن كان الإنسان يعني خنثى له نفس الآلتين نقول يجب إيصال الماء لبشرتهما. إن كانت المرأة لها لحية كثيفة يجب إيصال الماء إلى داخل اللحية إلى البشرة، والخنثى كذلك يجب إيصال الماء إلى البشرة ولو كثف، ولو كانت اللحية كثيرة، ولو كانت اللحية كثيرة. ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة. هنا الشيخ يتحدث عن يعني زيادة فيما كان عليه حدود الوجه، فيما كان عليه حدود الوجه، فيقول من يعني لأجل أن تكون الغسلة كاملة وتكون هناك ويكون هناك إسباغ للوضوء، يقول لا بد من غسل الوجه مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس. يعني إذا كانت حدود غسلك هنا ينبغي أن تضيف إليها شوية من الرأس، وبهذا تكون في مأمن. يعني أنت تختار أن تكون على الحدود نفسها وربما تترك بعض الشيء، أو أن تتجاوز الحدود وبهذا تكون واثقا أنك غسلت ما أمرت بغسله كله. فيقول لابد، أي لابد من غسل الوجه مع غسل جزء من الرأس. والرقبة هنا يعني عندما تغسل هذه العظمة ربما تتجاوز وتغسل شوية من عظمة الرقبة، من عظمة الرقبة وما تحت الذقن أيضا، وما تحت الذقن. يقول العلماء، يقول الشيخ هذا لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب غسل هذه الوجه أو هذا الوجه، ولا بد أن تغسل بعض مما حواليه لأجل استكمال غسله. هذا هو الفرض الثاني. الفرض الثالث هو غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين. فإن لم يكن له مرفقان، اليدان مع المرفقين، المرفق هي هذا المفصل، هذا المفصل التي في وسط اليد، في وسط اليد. فيقول فإن لم يكن له مرفقان، مثلا إنسان ولد بيد مستقيمة مثلا ليست له هذه الجزئية التي تستطيع أن تحركها هكذا، لا تستطيع، هذه يعني يد كاملة، كيف يغسل؟ يعني يغسل من المسافة أو الجزء الذي يغسل به الإنسان الذي لديه مرفق، هذا الجزء يجب أن يغسله. اعتبر قدرهما، يعني اعتبر المكان الذي غالبا تكون فيه المرفق، المكان الذي يكون فيه المرفق. ويجب غسل ما على اليدين من شعر، إذا كان هناك شعر كثير على اليد يجب أيضا غسل هذا الشعر.
ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة. السلعة هي اللحمة الزائدة، اللحمة الزائدة. أحيانا السلعة تكون يعني شيء مدور يكون على اليد، عندي واحدة هنا أعتقد ولا اختفت ما بعرف. سلعة هي لحمة زائدة تكون أحيانا في بعض جسم الإنسان، إذا كانت هناك هذه السلعة. وأصبع زائد، مثلا عندنا 5 أصابع في اليد، إذا كان هناك أصبع سادسة لليد يجب غسلها أيضا، يجب غسلها أيضا. وأظافر، إذا كانت الأظافر طويلة جدا يجب غسل كلها، لأنها تعتبر من اليد، ليست منفصلة عن اليد. ويجب إزالة ما تحتها من وسخ، يعني يجب تنظيف تحت الأصابع، تحت الأظافر، تحت الأظافر. ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إلى هذه المنطقة، بل تقليم الأظافر من يعني الأشياء التي يستحب وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من سنن الفطرة التي ربما نذكرها إن شاء الله بالتفصيل، لا أعرف إذا كانت قادمة. هذه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتبرنا أن الإنسان ترك أصابعه تنمو عليها أظافر، فيجب أن ينظف ما تحتها من أوساخ، ما تحتها من أوساخ، لأن هذه الأوساخ تمنع وصول الماء إلى بشرتها. والرابع، ذكرنا النية وذكرنا غسل الوجه، ذكرنا ثالثا غسل اليدين مع المرفقين، والرابع مسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، هنا لا فرق، يعني كل إنسان يريد أن يتوضأ لا بد أن يمسح على رأسه، لا بد أن يمسح على رأسه. أو مسح بعض شعر في حد الرأس، يعني ليس الواجب أو الفرض أن تمسح جميع الرأس عند الشافعية، يقولون إذا استطعت أن تمسح بعض الرأس ولو كانت هذه يعني ولو كانت شعرة واحدة في رأسك فهذا يكفي. لماذا؟ يقولون الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فقالوا هذه الباء تدل على التبعيض، يعني بعض الرأس، هذا معناها بعض الرأس. والعلماء اتفقوا أولا على أن مسح الرأس من فروض الوضوء بنص الآية، واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسح الرأس كله، مسح الرأس كله. وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، لا يجب مسح كل الرأس بل يجب مسح بعض الرأس. ومن أصحاب مالك من ذكر أن الحد الذي يجب مسحه هو الثلث، يعني قسموا الرأس إلى 3 أقسام، إلى 3 مناطق متساوية، فقالوا جزء من هذه الثلث يجب أن يمسح. ومنهم من حده الثلثان، قالوا يعني أكثر من النصف، يجب أن يكون المسح أكثر من النصف. وأبو حنيفة قال الربع،
يعني نقسم الرأس إلى أربعة أقسام، فيجب أن نمسح قسما من هذه الأربعة. أما الشافعي لم يقل يجب أن يمسح هذا القدر، قال أقله، يعني ما تستطيع الوصول إليه، ما تستطيع الوصول إليه. استدلوا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، توضأ وكانت على رأسه عمامة، كانت على رأسه عمامة، والعمامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت شيئا يعني مدورا يوضع على الرأس ويظهر بعض من الشعر، فمسح البعض الظاهر من الشعر وأكمل المسح على العمامة دون نزعها. يقولون هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس ولم يمسح البعض الذي كانت عليه العمامة، كانت عليه العمامة. هذا يعني خلاف بين العلماء، بين العلماء. استدلوا أن هذه الباء للتبعيض، لأن الله سبحانه وتعالى قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. الباء هنا تدل على أن الدهن يعني جزء وليس الكل، يعني للتبعيض. قالوا نفس هذه الآية امسحوا برؤوسكم، نفس هذا المعنى، لكن العلماء أجابوا عليها وقالوا هذه لا يعني لا تعني بالضرورة التبعيض، لا تعني بالضرورة التبعيض. وأهل اللغة يعرفون أن الباء أحيانا تدل على التبعيض وأحيانا لا تدل. ولا تتعين يد للمسح، إذا أردت مسح الرأس هل أستطيع أن أستخدم شيئا، مثلا أن أخذ خرقة أو يعني ثوب عليه مثلا رطب عليه ماء وأمسحه؟ نعم أستطيع. يقولون لا تتعين اليد للمسح، يعني لا يقال لك يجب أن تمسح رأسك بيدك، لا يجب، لا يجب، بل يجوز بخرقة أي بثوب أو جزء من الثوب تستطيع أن تمسح بها رأسك، وغيرها أي يعني شيء آخر تستطيع أن تمسح بها على رأسك، على رأسك. حد الرأس أو مسح بعض الشعر في حد الرأس، هذه هذا القيد يخرج إذا كانت مثلا عندي شعر طويلة، هل أستطيع أن أمسح الشعر الذي تدلى على الرقبة وأقول والمسح على بعض الشعر، هل هذا يكفي؟ لا، يجب أن يكون الشعر الذي تمسحه على حدود الرأس، أن يكون الشعر على حدود الرأس، أما الشعر الخارج من حدود الرأس لا يمكن مسحه، لا يمكن مسحه. ولو غسل رأسه بدل مسحها جاز. هنا يعني خالفت الأنسب والأفضل، الأفضل هو المسح، لكن إن غسلته مثلا، إن غسلت الرأس كله فهذا أيضا يجوز، هذا أيضا يجوز. وكذا لو وضع يده المبلولة أي يده التي عليها الماء، لو وضع على رأسه ولم يحركها، لم يمسحها هكذا، يعني وضع على الرأس فقط، هذا أيضا يجوز، يجوز، يعني مجرد أن تصب الماء على يدك وتضعه هكذا هذا كاف للمسح. والفرض الخامس من فروض الوضوء هو غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. الكعبين هما العظمتان البارزتان على القدم، على القدم. قال إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين، إذا كان لابسا للخفين يمكنه أن يمسح على الخفين، لكن بشروط
وضوابط نذكر تفصيلها إن شاء الله لاحقا. فإن كان لابسهما أي إن كان لبس الخفين وجب عليه مسح الخفين وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين أو غسل الرجلين، يعني يختار إما أن يمسح وإما أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين. ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع زائدة كما سبق في اليدين. إذا كان على الرجلين أصبع زائدة أو يعني عظمة يعني لحم زائدة أو شعر يجب غسله أيضا كما سبق في اليدين. والفرض السادس هو الترتيب، يعني أن نقدم على الترتيب التي ذكرها أو ذكرتها الآية الكريمة، يجب أن نقدم على هذا الترتيب، لا نستطيع أن نخلط بين هذه الأعضاء في الترتيب. قال: الترتيب في الوضوء على ما أي الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض، يعني لا نستطيع أن نقدم فرضا على فرض، يجب أن تكون الفروض على هذا الترتيب. فلو نسي الترتيب لم يكفي، فلو نسي مثلا غسل الوجه وبدأ غسل اليدين ومسح رأسه ومسح وغسل الرجلين ثم رجع إلى الوجه، هذا لا يكفي، لا يعتبر هذا الإنسان متوضئا، يجب أن يعيد الوضوء على الترتيب، يجب أن يعيد الوضوء على الترتيب. ولو غسل أربعة أعضاء دفعة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط. مثلا هل يمكن أن أطلب إنسانا آخر أن يفعل لي الوضوء، يعني أن أسأل هذا الإنسان هل يمكن أن توضئني؟ ربما بمرض أو بدون مرض تستطيع، ما لا مانع أن يفعل لك إنسان هذا الشيء. مثلا طلبت أربعة أو خمسة أشخاص أن يوضئوك، فبدأ كل واحد عضوا في نفس الوقت، في نفس الوقت أحدهما غسل وجهه والآخر غسل يدك اليمنى، الآخر غسل يدك، يعني في نفس الوقت، هذا نعتبر أن غسلة الوجه هي الوحيدة التي حدثت، لا نعتبر بقية ما غسل لأنها هي الأولى. لأنك هنا أخللت بالترتيب. تمام. يقول: ولو غسل أربعة أعضاءه دفعة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط. وسننه أي سنن الوضوء عشرة. فضل حبيبي وياك. أصلاً بعض العلماء يقولون يعني القيام والقصد بفعل الشيء هذا نفسه يعتبر نية، هذا نفسه يعتبر نية. مثلاً في باب النكاح، مثلاً إذا طلق الرجل زوجته مثلاً وهي في العدة، أتى الزوج وجامعها، هذا الجماع نفسه يعتبر إرجاعا لها، يعني كانت في العدة تعتبر يعني طلاق رجعي،
بمجرد فعل هذا الشخص يعتبر أنه نوى أن يرجع هذه الزوجة إلى عصمته. فنفس هذا الشيء ينطبق على عندما تقوم إلى الصلاة، تدخل الحمام، تذهب إلى مكان الوضوء، تتوضأ، هذا أصلا أنت ناوي فعل الشيء، هذه نية بحد ذاتها، هذه نية بحد ذاتها. والأفضل أن تقترن ببداية الفعل كما عند الشافعية، لكن بعض العلماء لا يشترطون أن تقترن ببداية الفعل، لا يشترطون أن تقترن ببداية الفعل. وسننه أي سنن الوضوء 10، سنن الوضوء 10، وفي بعض نسخ المتن 10 خصال. ربما ترى بعض نسخ متن أبي شجاع أن سنن الوضوء 10 خصال. الأولى التسمية، التسمية أوله، يعني أول هذه السنن أن يقول بسم الله. والتسمية سنة عند جمهور العلماء، الشافعية، السادة الشافعية والمالكية والحنفية، عندهم التسمية سنة. وأكملها أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الوارد في القرآن، وهذه هي أكمل صيغة وردت بها التسمية. وهناك أحاديث تدل على أن التسمية سنة، منها حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث بمجموع طرقه يعتبر حسن أو صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا وأحمد واللفظ له. وهناك حديث آخر أخرجه الإمام النسائي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث صحيح، قال: طلب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحدكم من ماء؟ هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء، وهذا الحديث ذكرناه سابقا كما أعتقد، فوضع يده في الماء ويقول: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. فيقول الصحابي: رأيت الماء يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الماء وقال: توضأوا بسم الله، هذا يدل على أن الصحابة بدأوا وضوءهم بقول بسم الله، بقول بسم الله سنة سنة. إذا لم يدل دليل آخر على أن هذا الأمر جزم أو يعني أمر يعني بفعل هذا الشيء، وأن تركه يترتب عليه إثم، يعتبر هذا سنة، يعتبر هذا سنة. فربما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا توضأ بدون أن يذكر البسملة، وبعض الصحابة ربما فعلوا عنده ولم يذكروا البسملة، فهذا يدل على أن ذكر البسملة هي سنة وليست واجبة. فإن ترك التسمية أولا، إن نسي أن يقول بسم الله في بداية الوضوء، أتى بها في أثنائها، أي يقول بسم الله أثناء الوضوء، فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها، لم يأتي بها. ربما عند ذكر غسل اليدين، عند ذكر غسل اليدين نذكر هنا دليل غسل الكفين إن شاء الله.
وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة. غسل الكفين وهما الجزء الأول من اليد، غسل هذه المنطقة وهذا الجزء من اليد إلى الكوعين، إلى الكوعين، والكوعين هي منطقة هذا المفصل من اليد، يعني يجب غسل هذا الكفين إلى الكوعين قبل أن تبدأ المضمضة والاستنشاق. يستدل العلماء على هذا حديث البخاري من حديث عبد الله بن زيد قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي يسأل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل هذا السؤال. I think if you turn on these lights will be enough. I think the one on the all the way left. Oh. The other way? Yes. Jazakallah khair. Okay. هذا الصحابي، هذا التابعي سأل الصحابي عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي، يعني دعا بوعاء فيه ماء فقال: أفعل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم، فأكفأ على يديه على يده من التور فغسل يديه ثلاثا. هذا الصحابي غسل يديه ثلاث مرات ثم أدخل يده في التور في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما، أي بدأ من بداية الرأس إلى وأدبر مرة، يعني أقبل يعني مسح من بداية الرأس إلى نهاية قفاه، ثم رجع مرة ثانية من المؤخرة إلى بداية الرأس، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا الصحابي أظهر للتابعي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فبدأ وضوءه بغسل الكفين، بغسل الكفين قبل المضمضة، ويغسلهما ثلاثا، أي يغسل الكفين ثلاث مرات، إن تردد في طهرهما، يعني إن شك أنهما طاهرتين. لا نعرف ما الذي لمست به يداك خلال اليوم، إذا كنت تريد أن تغسل وجهك أو يعني داخل فمك يجب أن تنظف بها يديك قبل كل شيء. فقال: ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما قبل إدخال الإناء. هناك طريقتان يجوز أن يتوضأ بها الإنسان، الطريقة الأولى هي أن يصب الماء على يديه ثم يغسل مواضع الوضوء وأعضاء الوضوء، والطريقة الثانية هي أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ من الوضوء بيده، أن يستعمل الوضوء التي يأخذها بكفه. هذه الطرق كلها جائزة. فقال: قبل إدخالهما في الإناء المشتمل على ماء، على ماء دون القلتين، على ماء دون القلتين، يعني هنا يحترزون إذا كانت مثلا يدك نجسة أو لمست شيئا من النجاسة ولا تعرف، إن أدخلت ماء قليلا لم يعني يبلغ حد القلتين، بمجرد إدخال يدك فيها تكون هذه المياه نجسة، يعني احترازا على هذا يقولون الأفضل أن تغسلها ثلاث مرات،
إن شككت على طهارتها إن شككت على طهارتها يجب أن تغسلها 3 مرات. فإن لم يغسلهما كره غمسهما في الإناء، إن لم يغسل الكفين كره، يعني حكمها مكروه أن تدخل يديك في هذا الإناء. وإن تيقن طهرهما لم يكره غمسهما، يعني إن أصبحت على يقين أن يديك طاهرتين فتستطيع إدخالهما وهذا ليس بمكروه. والمضمضة بعد غسل الكفين ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أداره فيه ومجه أم لا. يقول الشيء أو الخطوة الثانية بعد غسل الكفين هو إدخال بعض الماء إلى الفم، هذه تسمى مضمضة. والوجه الأكمل الأفضل أن تحرك هذا الماء وتديره في فمك لأجل أن يأخذ إن كانت هناك بقايا من طعام على أسنانك أو أي أشياء تستطيع أن تنظف بها من فمك، الأفضل أن تحركها أما إن وضعت الماء في فمك دون تحريك فهذا أيضا يسمى مضمضة، هذا يسمى مضمضة. فإن أراد الأكمل أي الأفضل مجه، أي حركه، حرك هذا الماء في الفم. الخطوة الثالثة هي الاستنشاق، الاستنشاق بعد المضمضة. الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل أنفك، هو أن تأخذ ماء في يدك وتجذبه، أي تجذبه إلى داخل الفم، إلى داخل الأنف، إلى داخل الأنف. هنا تطهر وتنظف داخل الأنف، وهذه لها ميزة طبية أيضا. يقول الأطباء هناك شعر داخل الأنف، وغالبا داخل الأنف يعني هناك رطوبة، هذه الرطوبة تأخذ الجراثيم التي في الهواء ويعني تعمل فلترة، يعني وكأنها يعني تبقي الجراثيم في الأنف لأجل أن ألا تذهب هذه الجراثيم إلى الرئتين. هذه يعني سبحان الله خلقة الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستنشاق ينظف ما بقي من هذه الجراثيم وهذه الأوساخ. فالاستنشاق أيضا من سنن الوضوء ويأتي بعد المضمضة. ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا، يعني بمجرد أن تدخل هذا الماء إلى أنفك نقول فعلت الاستنشاق، هذا هو الاستنشاق، الاستنشاق هذا. فإن أراد الأكمل أي الأفضل، إن أراد أن يفعل ما هو الأفضل نثره، أي أخرج هذا الماء من أنفه. والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل منها ثم يستنشق. الأفضل أن تأخذ بعض الماء في يدك، يعني تدخل بعض هذا الماء في فمك وبعضه في أنفك، ثم تأخذ مرة ثانية ثم مرة ثالثة، تفعل هذا 3 مرات، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل الموافق لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما، هذا هو الأفضل من الفصل بينهما. ومسح جميع الرأس، أولا ذكرنا في فروض الوضوء
أن من فروض الوضوء مسح بعض الرأس. وهنا في السنن نذكر أن الأفضل والموافق للسنة هو مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس. وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح، أي إدخال جميع الرأس بمسحك. أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق، يعني ذكرنا في الفروض. ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها، أي لم يأتي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونزع عمامته من على رأسه لأجل الوضوء، هذا لم يرد في السنة. يعني السنة هو إذا كان هناك عمامة أو كوفية أو أي شيء وربما يظهر بعض شعر الرأس، يمكنك أن تمسح هذا الجزء الظاهر ثم تكمل المسح على العمامة، تستطيع أن تمسحه على بقية الرأس بالعمامة. ومسح جميع الأذنين، مسح جميع الأذنين بظاهرهما، ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، هذه أيضا من سنن الوضوء، أن تأخذ يعني تستطيع أن تأخذ الماء لمسح الرأس ثم تمسح الأذنين باليد المبلولة التي رجعت بها من رأسك، تستطيع هذا. أما من السنة أن تأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين وتمسح ظاهر الأذنين، أي ما يواجه الناس، وباطنهما، يعني ما عدا هذه القناة التي تصل إلى منطقة السمع، الظاهر هي هذه الجزء، هذا الجزء يجب أن يعني تنظفها وتمسح عليها، أي غير بلل الرأس، غير بلل الرأس. ذكرنا أنك تستطيع أن تمسح الرأس وترجع ببلل ثم تمسحه على الأذنين. والسنة في كيفية مسحهما، في كيفية مسح الأذنين، أن يدخل مسبحته، المسبحة هي السبابة، هذه الأصبع السبابة، في صماغيه، أي في هذا يعني الجزء من الأذن، ويديرهما على المعاطف ويمرر إبهامه على ظهورهما، يعني ينظف بهذه الأصبع داخل الأذن ثم يمرر هذه الظفر على الجهة الأخرى من الأذن، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذن، الكفين هما هذه راحة اليد، يعني يلصقهما بالأذنين. يقول بعض العلماء شروط تكميل المسح على العمامة خمسة، شروط المسح على العمامة خمسة. لأننا ذكرنا إذا كان هناك ولو لم يرد نزع ما على عمامة على رأسه من عمامة ونحوها، يقولون يجب يعني أن يكون بعض رأس بعض شعر الرأس ظاهرا، وأن العمامة لابد أن يكون هذا المسح متصلا، مثلا مسحت هذا الجزء من الشعر، لا ينبغي أن ترفع يدك وتمسح وتذهب إلى العمامة، يجب أن يكون المسح متصلا من الجزء الظاهر من الشعر لحتى على رأس العمامة، أن يكون هذا مسحا واحدا، أن يكون هذا مسحا واحدا.
وهناك شرطان آخران: ألا يكون على العمامة نجاسة معفو عنها، مثلا الدم اليسير، القيح، هذه نجاسات معفو عنها، ذكرناها في باب النجاسة. نكمل قبل إن شاء الله الصلاة، الظاهر أننا سنواصل الدرس بعد الصلاة. تمام. تفضل حبيبي. الأفضل ألا يقول شيئا من الأذكار في الحمام، الأفضل أن يقولها قبل دخوله، لأن هذه الحمامات أو مكان قضاء الحاجة أماكن ينزه اسم الله عنها، لا ينبغي أن نذكر اسم الله سبحانه وتعالى في أماكن مثل هذه الأماكن، الأفضل أن نقولها قبل دخولنا إلى الحمام. تمام. يقول: وتخليل اللحية الكثة، يعني أن تدخل أصابعك في اللحية الكثيفة، اللحية الكبيرة، بمثلثة، أي من الرجل. أما اللحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما، يعني من السنة أن يخلل الرجل صاحب اللحية الكبيرة أن يخلل أصابعه في لحيته. إن شاء الله نواصل الدرس من هذه إن شاء الله النقطة بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله نواصل في النقطة التي توقفنا فيها قبل أذان صلاة المغرب في شرحنا لكتاب شرح ابن القاسم الغزي رحمة الله عليه على كتاب أبي شجاع أو متن أبي شجاع. كنا نتحدث عن تخليل اللحية الكثة من الرجل، أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فقلنا يجب تخليلهما، يجب تخليلهما. هنا يذكر المؤلف أن اللحية الكثيفة للرجل هي اللحية التي لا يستطيع الإنسان الذي يخاطبك أن يرى بشرتك من خلالها، هذه تسمى لحية كثيفة. هذه اللحية الكثيفة ينبغي أن تخلل بها أصابعك عندما تتوضأ حال الوضوء، هذه من سنن الوضوء. أما الرجل الذي له لحية خفيفة أي تستطيع أن ترى بشرته من خلالها فهذه يجب أن يوصل الماء إلى البشرة. المرأة والخنثى إذا كان لهما لحية فيجب أيضا إيصال الماء إلى البشرة. وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية، أن يبدأ من أسفل اللحية، وتخليل يعني أصابع داخل اللحية، يعني يوصل الماء إلى البشرة من جهة أسفل اللحية. والسنة التالية هي تخليل أصابع الرجلين واليدين، هي تخليل أصابع الرجلين واليدين. أولا ذكرنا في الفروض، في فروض الوضوء، أن غسل الرجلين واليدين من فروض الوضوء، وبدونهما لا تصح الصلاة، لا تصح الوضوء. لذلك يعني إيصال الماء إلى داخل أو إلى ما بين المنطقة التي تفصل الأصابع، أصابع الرجلين واليدين، إيصال الماء إليها واجبة، وإيصال يدك عليها وتمرير اليد عليها
وغسلها سنة، غسلها باليد سنة، تخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليها من غير تخليل، لأن الواجب إيصال الماء إليها. أما إيصال يدك وتمرير اليد بين الأصابع وبين أصابع اليد وأصابع الرجل هي من سنن الوضوء. فإن لم يصل إلا به، أي إلا بالتخليل، كالأصابع الملتفة وجب تخليلهما، هذه خرجت من دائرة السنة. إذا كانت مثلا الأصابع يعني أصابع قريبة من بعضها، ليس بينها مثلا لحمة، ليست متصلة مع بعضها لكنها قريبة، ولا بد أن نفصلها ليصل الماء داخلها، فتفصيل أو يعني إبعاد الأصابع من بعضها وإيصال الماء إليها واجبة، إيصال الماء إليها واجبة. وإن لم يتأت تخليلها لالتحامها حرم فتقها للتخليل، مثلا إن كانت هناك أصابع متصلة ببعضها يعني تشترك بالجلد ليس بينها أي حاجز، هذه الأصبعين مثلا متصلة ببعضها، لا يجوز أن تعمل عملية جراحية وتفصلها، لأن هذا يعني ينتج مضرة للإنسان، لا يجب أن يعني أن تفصلها، لا يجب أن تفصلها، بل ينبغي أن تغسلها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. أحيانا يحدث هذا عندما يتعرض الإنسان للحرق، مثلا عندما يحترق الإنسان ربما يعني يلتحم بعض الجلد وبعض الأصابع ولا يستطيع أن يفصل بين هذه الأصابع. وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك، بالتشبيك يعني كيف تخلل الأصابع، هي أن تشبك بين الأصابع هكذا، أن تشبك بين الأصابع هكذا هو التخليل. والرجلين بأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل، مبتدئاً بخنصر الرجل اليمنى خاتماً بخنصر اليد اليسرى، خاتماً بخنصر اليد اليسرى. يعني هنا يوضح لنا المؤلف كيف تستطيع أن تخلل بين أصابع الرجلين، فقال ينبغي أن تبدأ تمرير اليد من الخنصر وهي أصغر إصبع للرجل، تبدأ من تحتها، من تحت هذه الخنصر، وتمرر يدك إلى الجهة الأخرى، تمرر يدك إلى الجهة الأخرى، وتفعل في الرجل الثانية نفس الشيء. وتقديم اليمنى من يده ورجليه على اليسرى، أي أيضا من السنة. الآية الكريمة ذكرت لنا فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الآية أظهرت لنا ما الذي ينبغي علينا غسله، لكن لم توضح هذه الآية أيهما نبدأ أولا. فمن السنة كما ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن نبدأ اليد اليمنى أولا ثم اليسرى، والرجل اليمنى ثم اليسرى، هذا التيامن هو من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإذا مثلا خلط إنسان بين غسل اليمنى واليسرى، بدأ باليسرى مثلا ثم باليمنى، نقول هذا الإنسان خالف السنة ولا نقول وضوءه ليس صحيحا، لا نقول وضوءه ليس صحيحا، بل وضوءه صحيح لكنه خالف السنة، خالف السنة.
أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا كالخدين فلا يقدم اليمنى منهما بل يطهران دفعة واحدة. هنا المؤلف يتحدث عن بعض الأعضاء التي لا تتجزأ، مثلا الخدان كلاهما على الوجه، والوجه جزء يعني لا يتجزأ. لذلك يقول مثلا في غسل الوجه لا ينبغي أو ليس من السنة أن نبدأ في غسل الجانب الأيمن من الخد مثلا، هذا هو الخد، ثم نذهب إلى الجهة اليسرى، بل غسلهما مرة واحدة يكفي، غسلهما مرة واحدة يكفي. وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا ثلاثا. هنا ذكر أن أعضاء الوضوء منها ما هو مغسول ومنها ما هو ممسوح. الممسوح هو الرأس، وبقية الأعضاء يغسل. لذلك قال كل عضو من هذه الأعضاء غسله مرة واحدة هو الفرض، والمرة الثانية والثالثة تعتبر من السنة. لذلك يقول والطهارة ثلاثا ثلاثا، طهارة ثلاثا ثلاثا هي من السنة، هذه المرة الثانية والثالثة يعتبر سنة للوضوء. وفي بعض النسخ أي نسخ المتن والتكرار أي للمغسول والممسوح، يعني ذكر المؤلف في بعض النسخ التكرار ويعني أن نغسل مرة ثانية وثالثة للعضو أو نمسح، لأن المسح يعتبر غسلا في هذه الناحية، يعني عندما نقول التثليث فالمسح كالغسل، فالمسح كالغسل. والسنة الأخيرة هي الموالاة، الموالاة ألا يكون بين غسل العضو أو مسحه والعضو الذي يليه فاصل، ألا يكون بينهما فاصل يعتبر يعني تأخرا غير عادي. مثلا غسلت وجهي فإذا انشغلت بربما اتصال وربما يعني محادثة إنسان وجف الوجه لا يعتبر هذه وضوء، لابد أن يعني تبدأ الوضوء ويلي كل عضو العضو الذي يليه بالترتيب دون يعني تأخير في غسل هذه الأعضاء. فيقول الموالاة، ويعتبر عنها بالتتابع، ويعبر عنها بالتتابع أي أن تكون الأعضاء في الغسل والمسح تتتابع ولا تتأخر بعضها عن بعض. وهي ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج. هنا يذكر المؤلف شرط تغسيل الأعضاء الذي يعتبر أنه تتابع. يقول إذا غسلت العضو لابد أن يكون هذا العضو مبلولا، فيجب أن تبدأ في غسل العضو الذي يليه. أما إن جف هذا العضو بسبب التأخر عن مواصلة غسل العضو الذي يليه فهذا يعتبر أن شرط أو الموالاة خرجت من هذه الناحية، فنقول هذه ليست وضوءا متصلة ببعضها، لا نقول وضوءا متصلة ببعضها، لابد أن تكون هذه الوضوء متصلة مع اعتدال الهواء والمزاج. أي أحيانا ربما تكون هناك ريح عاتية فتغسل الوجه فتهب الريح
يجف الوجه بسرعة قبل أن تبدأ مثلا في غسل اليد، هذه خارجة عن المألوف، خارجة عن المعتاد، هذه يعني لا نعتبرها تأخيرا، بل هذه من الموالاة، هذه من الموالاة. والمزاج مثلا إذا كان الحر شديدا أو البرودة شديدة، هذه أيضا من المزاج. وإذا ثلث، أي إذا مسح أو غسل 3 مرات، فالاعتبار بآخر غسلة، لا نعتبر بأول واحدة من الغسلات، بل نعتبر بآخر الغسلات. وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، أي يعني تكون السنة أن يوالي العضو الذي يليه في الشخص العادي غير صاحب الضرورة. وصاحب الضرورة هو من لديه سلس البول مثلا، أو لا يستطيع أن يتحكم الريح، أو ربما يخرج فضلاته من غير يعني طريقة المعتادة، طريق المعتاد، هذا يعتبر صاحب. أو البنت الذي عندها استحاضة، عندها عرق، هذه يعتبر أصحاب الضرورات في الوضوء. أما هو فالموالاة واجبة، هذا الشخص عنده الموالاة ليست سنة بل واجبة في حقه، وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات، يعني هناك سنن أخرى نذكرها في كتب يعني المطولات، الكتب التي أرفع وأكثر شرحا من هذه الكتب، منها أن ينوي استباحة الصلاة مثلا وغيرها، ومنها إطالة الغرة والتحجيل، يعني أن يبالغ في وضوئه ويغسل أكثر من الحد الذي حدد، ومنها أن يذكر الذكر المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء، فحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيهما شاء، يدخل من أيهما شاء. هذا الحديث يدل على هذا الذكر الثمين الذي ورد قوله بعد الانتهاء من الوضوء، وهو من سنن الوضوء. ندخل هنا في باب الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة، وآداب قاضي الحاجة. فضل حبيبي. قلنا المسح على العمامة، أولا أن يكون المسح جزءا من الشعر ثم نكمل الجزء الباقي على العمامة، يعني أن يكون المسح جزءا من الشعر ولو كانت شعرة واحدة، لا من بداية الشعر، من بداية الشعر أن يكون جزءا، لأن العمامة أصلا تلبس هنا، يعني غالبا تكون جزء من الشعر بارزة من العمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح البعض البارز من الشعر ثم أكمل المسح على بقية العمامة. ثانيا أن يكون المسح متواصلا، ألا ترفع يدك من الشعر ثم تذهب إلى العمامة، أن يكون هذا المسح متواصلا إلى على العمامة. مثلا على رأسك عمامة، مسحت بداية شعر الرأس، يمكن أن أقول أمسح ثم أرفع يدي عنها ثم أمسح بقية العمامة، هذا هو الرفع. أما المواصلة هو عندما أمسح لا أرفع يدي بل أمسح أكمل بقية المسح على العمامة، على العمامة.
والشرط الثالث أعتقد أن لا يكون بها نجاسة، نجاسة من النجاسات المعفو عنها، النجاسات مثلا الدم، مثلا القيح، وهذه الأشياء لا يكون عليها على هذه العمامة. كانت هناك شروط خمسة ذكرناها ثلاثة، لا أتذكر البقية. تمام، هنا ندخل في فضل أو فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء والاستجمار والاستطابة كلها ألفاظ مترادفة، ربما ترى في كتب الفقه الاستطابة ويعنى أو يعني به الفقهاء هو الاستنجاء، هو يعني تنظيف مكان البول والغائض أو السبيلين الخارج من السبيلين، تنظيفه يسمى استنجاء. وهناك استجمار وهو استخدام غير الماء في تنظيف الخارج من السبيلين. فالفرق بين الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء أي غسل مثلا غسل الخارج من السبيلين البول والغائض بالماء، هذا يزيل النجاسة ويزيل كذلك أثر النجاسة. أما الاستجمار، استخدام ورق الحمام أو استخدام الحجر أو استخدام شجر أو غيره، يمكن أن يزيل النجاسة لكن تبقى هناك أثر للنجاسة، تبقى هناك أثر للنجاسة. هذا الأثر معفو عنه في حق من لم يجد الماء، من اضطر إلى أن يلجأ إلى الحجارة وغيرها من الأدوات، يعني في حقه مسموح له أن يفعل ذلك، فهو معفو عنه في الصلاة لتعذر استعمال الماء. قال: والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، يقطع به الأذى عن نفسه. الاستنجاء هو يعني وكأنك تقطع النجاسة من نفسك، هذا يسمى استنجاء. واجب حكمه، ما هو حكمه؟ واجب حكمه، واجب من خروج البول بالماء أو الحجر أو ما في معناه، أو ما في معناه. هنا يذكر المؤلف ما هو الاستنجاء، فيقول حكمه أولا واجب، حكمه واجب، ويدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة أي وعاء من ماء، وعنزة أي عصا، أخذ معه عصا يستنجي بالماء. كان يستخدم هذه العصا لغرضين: الأول كان يرطب بها الأرض لئلا يتطاير البول عليه، فكان يعني يرطب الأرض ويعمل لها يعني كأنه حفرة، يعني يرطب التراب. والأمر الثاني كان يضع هذه العصا وكأنها حاجز، وكأنها حاجز بينه وبين الناس، يستخدم هذه العصا لهذين الغرضين. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظف نفسه بالماء، وأنس بن مالك كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، من يعني لما كان عمره 10 سنين لحتى وصل
إلى 20 سنة وتوفاه الرب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: واجب من خروج البول والغائض بالماء أو الحجر. الحجر يأتي غالبا عند تعذر استعمال الماء، عندما تفقد الماء يكون الحجر بدلا من الماء، وما في معناه مثل ورق الحمام الموجود حاليا. من كل جامد طاهر قالع غير محترم. هناك شروط أربعة للشيء المستخدم لتنظيف القبل أو الدبر من الغائض والبول غير الماء. يجب أن يكون هذا الشيء أولا جامدا، يجب أن يكون شيئا جامدا. هل نستطيع أن ننظف نفسنا بشيء مثلا مائع أو سائل غير الماء؟ لا 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 نستطيع مثلا استخدام الزيت في مكان الماء، لا نستطيع. لا نستطيع استخدام مثلا عصير في مكان الماء، أي سائل آخر لا نستطيع استخدامه. يجب أن يكون هذا الشيء جامدا، يجب أن يكون طاهرا. لا نستطيع أن ننظف أنفسنا بشيء نجس أصلا، بشيء نجس أصلا. أن يكون قالعا، أي أن يقلع النجاسة، أن يأخذ النجاسة من المكان. إن لم يستطع هذا الشيء أن يأخذ النجاسة وينظف النجاسة من المكان ويأخذ النجاسة معه، فهذا لا يجوز لنا مثلا استخدامه. إذا استخدمنا شيئا، إذا حاولنا تنظيف مثلا الدبر، هذا الشيء يؤدي إلى تطاير النجاسة ويعني تجاوز النجاسة إلى ما غير يعني عضو آخر، مثلا تذهب النجاسة إلى مكان آخر، لأن هذا لا يكون قالع، فهذا لا يجوز، يجب أن يكون قالعا. غير محترم، لا نستطيع أن نستخدم الطعام مثلا لتنظيف أنفسنا، لا نستطيع أن نستخدم كتابا أو ورق من الكتاب مثلا لتطهير الأنفس. فهذه من الأشياء المحترمة، الأشياء المحترمة. حبيبي فضل. صح. أصلا هذه المواد مثلا نوعا ما يعني ليست جافة، عندها فيها مادة من المواد المنظفة، هي مادة من المواد المنظفة، لكن لا نستخدمها فقط، يعني ربما ننظف هذه المنطقة، كان الأفضل يعني أن يكون خلفها شيء جاف ينظف البلل الذي تركته هذه يعني الأشياء. لا نعتبر جلوس الأولاد على مثلا، غالبا يعني عندهم حفاظات، عندهم حفاظات، والحفاظة هي المانعة بين مكان خروج الغائض أو البول والأرض. فإذا كان بدون حفاظة وكان عنده هذا البلل ولم يجف وجلس إلى مكان آخر، هذا المكان يصبح نجسا بسبب أن الشيء الذي طهر به المحل لم يكن شيئا جامدا قالعا، شيء يعني جامد قالع لم يكن. أما إذا لبس الحفاظة يعني هذا لا بأس به إن شاء الله. ولا حبيبي
أصلاً الموز وجزء يعني هو من الطعام أصلاً، وقشرة الموز لا أعتقد أنها يجوز، لأنها جزء من الطعام، والحيوانات تأكلها أصلاً، الحيوانات تأكلها، ويستطيع الإنسان أن يأكلها ولا تضره. لذلك ينبغي يعني ألا ننشغل أو يعني ربما نذهب إلى شيء له أصل في الأطعمة، ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما من الأيام إلى الخلاء، وكان معه عبد الله بن مسعود. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائض. الغائض هو المكان المرتفع، وغالبا يذهبون خارج المدينة إلى مكان لا يراهم الناس فيقضون حوائجهم في هذا المكان. قال ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، طلب أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة أي مخلفات الحيوانات، أخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس، هذا نجس. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يستخدم غير الماء كان يعني يجتهد أن يكون وترا، أن يكون وترا. لذلك من يستخدم مثلا ورق الحمام ينبغي أن ينظف ثلاثة ورقات مثلا أو يعني خمسة، أو يعني أن يذهب إلى الوتر غالبا حتى ينظف بها المحل. قال الأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها الماء. هنا أخذ العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى عندما مدح الله سبحانه وتعالى أهل الصفا، مدحهم بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قالوا هذه الآية تدل على أن هؤلاء القوم كانوا ينظفون أنفسهم بالأحجار أولا ثم يذهبون إلى الماء ويستحملون الماء، يعني يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار، كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار، لذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ. قلنا لا يجوز الاستنجاء بغير الماء من المائعات، بل لا يجزئ عند الشافعية والمالكية والحنابلة. المالكية ذهبت إلى حرمة استخدام شيئا سائلا غير الماء، قالوا محرم أن تستعمل شيئا سائلا غير الماء ولو كان خلا أو ماء ورد. وأبو حنيفة وأبو يوسف هو من أفضل طلاب الإمام أبو حنيفة، أبو يوسف القاضي، ذهبوا إلى الجواز، قالوا الخل وماء الورد يجوز لأنهما أقرب إلى الماء من حيث الصفات، أقرب إلى الماء من حيث الصفات. فقالوا الشرط أن تستخدم غير الماء في تنظيف الخارج من السبيلين هو ألا يترك أثرا، أي شيء تستطيع أن تغسل بها نفسك ولا يترك أثرا يجوز أن تستعمله.
فبهذا القيد يخرج الزيت، لأن إذا نظفت نفسك بزيت تبقى أثر على المحل، تبقى أثر على المحل. والواجب ثلاث مساحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد، الواجب أن تستخدم مسح المكان بثلاثة مساحات وليس بثلاثة أحجار. تستطيع أن تأخذ حجرا كبيرا وتمسح به من جهة ثم من جهة أخرى ثم من جهة أخرى عادي، أو يعني عندك قطعة من مثلا أوراق الحمام وتمسح بها من هذه الجهة ومن هذه الجهة نفس القطعة، يعني تستطيع أن تستعملها بثلاث مرات بشرط ألا تصل النجاسة إلى غير محلها. فإذا يعني ربما تصيب النجاسة في غير محلها وتزيد رقعة النجاسة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، يعني يستطيع أن يستعمل الماء أو يستطيع أن يستعمل الأحجار وينظف بها نفسه إن حصل الإنقاء بها، إن حصلت النظافة الكاملة بهذه. العلماء قالوا في حال البول تستطيع أن تقتصر على يعني أحجار أو ما يقوم محلها، مثلا أوراق الحمام تستطيع أن تكتفي بهذه. أما في الغائض غالبا هناك أثر، هناك أثر يبقى، فالأفضل أن تستخدم الماء، إذا تعذر الماء تذهب إلى الأحجار إن حصل الإنقاء بها، وإلا زاد عليها حتى ينقي، يعني يستعمل ثلاث مساحات، إن كانت هذه الثلاث المساحات الثلاثة كافية يكتفي. أما إن أحس أنه لم ينظف المحل يستطيع أن يزيد عليها ويجعلها خمسا سبعا حسب تنظيف المكان. ويسن بعد ذلك الإيتار، يعني السنة أن يكون العدد وترا، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. إذا خير بين استعمال الأحجار وبين استعمال الماء فالماء أفضل، فالماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، كلاهما يزال بالماء. وشرط إجزاء الاستنجاء ألا يجف الخارج النجس ولا ينتقل عن محل خروجه ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه. هذه هي ثلاث شروط. شرط الاستنجاء أي استعمال غير الماء، أولا أن ألا يجف الخارج من السبيلين، فإذا مثلا استعملت الخلاء وبقيت فترة من الزمن وكل شيء أصبح جافا، لا يكون شيء رطب، مثلا البول أصبح جافا ولا يعني يمكن يعني أن ترى أنها يعني بلل، أو الغائض أصبح جافا، هذه لا بد أن نستعمل الماء، يجب أن ألا يكون هذا ألا يجف الخارج من السبيلين. هنا ذكر الخارج النجس لأنه احترز على أن المني ليس نجسا، المني ليس نجسا عندنا بسبب أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من هذه المني، والله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ولا يجوز أن نقول الإنسان المكرم هو مخلوق من نجاسة، لا نستطيع أن نقول ذلك. فلذلك يقول العلماء أن المني ليس نجسا، فاحترز الخارج النجس لأنه
يخرج المنية الخارجة من هذا المحل ولا ينتقل عن محل خروجه. هنا الشرط يقولون ألا تتجاوز البول، ألا يتجاوز البول الحشفة وهي الجزء الظاهر من الذكر، ألا تتجاوز البول هذا المحل، وكذلك حلقة الذبر ألا يتجاوز أو يعني الصفحتين يعني التي تقابل الدبر ألا يتجاوز هذا المحل. أما إن تجاوز الغائض وبلغ مثلا رجلك أو منطقة أخرى فهذا يجب غسله بالماء، لا نستطيع أن نكتفي بالأحجار. وألا يطرأ عليه نجس آخر، مثلا كانت عليك نجاسة فبال عليك إنسان آخر مثلا، هذه نجاسة أخرى طرأت عليك، يعني أخرجت هذه النجاسة يعني قدرتنا على استعمال الاستجمار فيجب الغسل. أو الأحسن أن نقول إذا طرأ عليه شيء آخر حتى لو كان طاهرا، كنت طاهرا تبولت فالبول لا زال على ذكرك، فمثلا صب عليك إنسان حليب، الحليب سائل آخر صح، يعني بمجرد وصول هذا السائل إلى المحل يجب غسله ولا نستطيع أن نستعمل الأحجار أو أوراق الأوراق. تمام. فإن انتفى شرط من ذلك، هذه الشروط الثلاثة، تعين الماء أي أصبح الماء واجبا، أصبح الماء واجبا. تمام إن شاء الله نخلص هذا الفصل ثم نتوقف إن شاء الله. تمام. تعين الماء. ويجتنب وجوبا قاضي الحاجات استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها في الصحراء إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر. هنا يذكر المؤلف عندما نستخدم أو نستعمل مكان الخلاء أو الحمام، يقول إذا كنت تقضي حاجتك في مكان مفتوح مثلا مكان ليس به يعني عمران، مكان يعني كالصحراء مثلا، لا ينبغي أن تستقبل القبلة جهة القبلة ولا ينبغي أن توجه دبرك إليها، لا نستطيع أن نستقبل ولا نستدبر جهة القبلة. فيقول الآن لأنه يحترز عن القبلة التي كانت قبلها، يعني بيت المقدس، لا يعني بيت المقدس، يعني القبلة الآن وهي الكعبة المشرفة واستدبارها في الصحراء، واشترط ألا يكون بينه وبينها ساتر، يعني إذا كان هناك ساتر، إذا كان هناك حجاب بينك وبين القبلة تستطيع، أما إن لم يكن هناك حجاب فلا يجوز، فلا يجوز. استدل العلماء على هذا أولا المنع أو النهي عن استدبار أو استقبال القبلة، جاء في حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال إذا أتيتم الغائض فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة على أن لا تستقبل القبلة ببول أو غائض ولا تستدبرها. ما الذي حرف هذا الحديث، هذا الأمر الصريح من الوجوب إلى السنية؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أوضح
أن هذا الأمر ليس للوجوب، هذا الأمر ليس للوجوب. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر كان عنده أخت صح اسمها حفصة بنت عمر، وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يأتي عبد الله بن عمر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وهو صغير. فقال يوم من الأيام رقيت على بيت أختي حفصة، يعني صعدت على جدار أختي حفصة، كان طفل صغير. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا يقضي حاجته، قاعدا لحاجته، مستقبل الشام مستدبرا لقبلة. هذا يوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكان حمام، في مكان يجهز لقضاء الحاجة، فكان يستدبر القبلة ويوجه وجهه إلى جهة الشام. وجابر بن عبد الله أيضا روى الحديث الذي أخرجه البخاري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. أي جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام وهو يستقبل القبلة. هذه الأحاديث أظهرت لنا أن الأمر هنا ليس للوجوب، إنما هو للندب، إنما هو للندب. إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، أو كان ولا يبلغ ثلثي ذراع، يعني إذا قسمنا الذراع إلى ثلاثة أقسام لا يبلغ ثلث الذراع، وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، يعني إذا كان هذا الساتر ليس قريبا من الشخص الذي يقضي حاجته لا نعتبر ساترا له، إذا كان أبعد منه بثلاثة أذرع، كما قال بعضهم والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور، يعني إذا كان البناء قريبا منك ويكفي طوله أن يسترك هذا نعتبر أنه يعني يجوز أن تستقبل القبلة وتستدبرها كيفما شئت. والأفضل أن تجتنب استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائض احتراما لها، الأفضل أن تجتهد في ذلك. أما إن لم تستطع كأن يكون مكان الخلاء معدا لذلك ولا تستطيع أن تستعمله في غير هذا الوجه فهذا يجوز لك استعماله. وخرج بقولنا الآن ما كان قبله أولا كبيت المقدس، فاستقباله واستدباره مكروه وليس حرام، استقبال بيت المقدس واستدباره مكروه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره من أيدي الغاصبين. ويجتنب أدبا، هنا يذكر المؤلف جملة من الأشياء التي ينبغي أن نجتنبها أدبا وتأدبا معها. يقول ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائض في الماء الراكد، الماء الذي لا يجري، أن تبول في هذا الماء أو تتغوض فيه لا ينبغي، لا ينبغي، ينبغي أن تجتنبه، لأن البول والغائض في الماء الراكد يعني ينجسه، ينجسه ويخرجه من دائرة الماء الصالح للاستعمال. أما الجاري، الماء الذي يجري، فيكره في القليل منه دون الكثير. إذا كان الماء الذي يجري نهرا مثلا ليس مكروها أن تتغوض فيه أو تبول فيه، لأن كثرة الماء لا تضر بطهارته. أما إذا كان الماء الجاري قليلا فالمكروه، فالحكم هو المكروه أن تستعمل كمكان تقضي فيه حاجتك.
ويجتنبوا أيضا البول والغائض تحت الشجر المثمر وقت الثمر وغيره، وقت الثمر وغيره، ويجتنبوا ما ذكر في الطريق المسلوك للناس وفي موضع الظل صيفا وموضع الشمس شتاء. هنا ذكر المؤلف جملة من الأماكن التي ينبغي أن ألا تقضي فيها حاجتك. ذكر الشجر المثمر، الشجر المثمر وهو الشجر الذي يستعمله الناس لأكل ثمره مثلا، إذا كان هذا الشجر مثمرا وتغوضت تحته فربما يعني يتأذى الناس حال قطعهم للثمر، أو ربما تسقط ثمرة من ثمرات هذا الشجر على الغائض المتروك تحته، فالأفضل ألا تستعمل هذه الأشجار المثمرة تحتها في وقت ثمرها أو في غير وقت ثمرها. ويجتنب أيضا في الطريق المسلوك، ربما يدوس إنسان على غائضك وربما يلعنك وربما يعني يدعو عليك، الأفضل أن تبقي هذه الأماكن طاهرة نظيفة للمارة. والظل أيضا، الإنسان يستريح تحت الأشجار، يستظل في وقت الصيف في شدة حرارة الشمس، ربما يعني يجلس وينام فيها، في هذا المكان لا نستطيع أن نقضي فيها حاجتنا لأنه سيصبح مكانا قذرا لا نستطيع أن ننام تحته. روي عن أبي هريرة كما أخرجه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذان الشخصان أنهما ملعونان، لعانان يعني الناس تلعن هذين الشخصين بسبب أنهما يقضيان حاجتهما إما في ظل الشجر وإما في طريق يسلكه الناس، في طريق يسلكه الناس. وفي الثقب أو الثقب وهو يعني الحفرة في الأرض، الأفضل ألا نستعملها. لماذا؟ ربما تكون مأوى لحيوانات، وربما يخرج منها حيوان يؤذيك، ربما تتأذى من هذا، فالأفضل ألا تستعمل هذه الحفرة وتبول فيها. وفي الثقب في الأرض وهو النازل المستدير، أي المكان الذي ينزل تحت الأرض المستدير، ولفظه الثقب ساقطة في بعض النسخ، ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة. لا ينبغي أن تتحدث وأنت تقضي حاجتك، أنت في الحمام، لا ينبغي أن تتحدث، لا ينبغي أن تتحدث. أصلا مكان يعني العلماء، بعض العلماء قالوا في وقت قضاء الحاجة، في وقت خروج البراز أو خروج البول مثلا لا ينبغي أن تتحدث، وبعض العلماء قالوا بمجرد دخولك الخلاء هذا المكان مكان لا تدخل فيه الملائكة، هذا المكان ينبغي أن تكون ساكتا ولا تتحدث فيه. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد، مع أن رد السلام واجب، رد السلام واجب لأجل الوضع الذي كان فيه وهو يعني يقضي حاجته، لم يرد على المسلم، لم يرد على المسلم. فإن دعت الضرورة للكلام، مثلا هناك ضرورة تقتضي أن تتحدث فيها، فمن رأى حية مثلا تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ، لأنه هناك يعني شيئان
مثلا هذه كراهة، وإنقاذ الإنسان واجب، فإنقاذ الإنسان أولى. إذا رأيت إنسانا مثلا يدخل في النار، مثلا طفل يزحف إلى النار، ربما يعني تقول شيئا أنقذ هذا الطفل، وربما تقول شيئا. فالأفضل يعني في الضرورات أن تتحدث، أن تتحدث للضرورة. تمام. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما في حال قضاء الحاجة. لا يستقبل الشمس ولا يستدبرهما، فسر العلماء في هذا حال طلوع الشمس، يعني عندما تطلع الشمس في الصباح حتى ترتفع، هذه الوقت وقت الكراهة، لا ينبغي أن نستقبل المشرق أو مكان شروق الشمس ولا نستدبره في حال غروب الشمس، في حال غروب الشمس. أما في الظهر مثلا نستطيع أن نستقبلهما أو نستدبرهما، مع أن هذه المسألة مسألة يعني العلماء بعضهم لم يكره استقبال الشمس والقمر، استقبال الشمس والقمر، أي يكره له ذلك حال قضاء الحاجة. لكن النووي، الإمام النووي من المحققين في المذهب، قال في الروضة وشرح المهذب: إن استدبارهما ليس بمكروه، أخرج الكراهة من هذا. وقال في شرح الوسيط: إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي يكون مباحا، يجوز لك أن تستقبل القبلة الشمس والقمر. ومن الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها هي حال دخولك الخلاء، يجب أن تقدم الرجل اليسرى وتقرأ الأذكار: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث هما ذكران الشياطين وإناثهم. وحال خروجك منه تقدم الرجل اليمنى فتقول: غفرانك ثلاثا، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وكراهة استقبال القبلة، استقبال الشمس والقمر لا أصل لها، وقوله ولا يستقبل إلى أخ ساقط في بعض نسخ المتن. إن شاء الله نقتصر بهذا القدر ونبدأ درسنا القادم إن شاء الله، نواقض الوضوء المسمى أيضا بأسباب الحدث بإذن الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أي سؤال؟ اليوم طولنا الدرس سبحان الله أكثر من ساعتين تقريبا. شيخ عبد الله، هذه مياه راكدة، مياه لا تتحرك، صح؟ المياه الراكدة ولو كانت قلتين، أما إن كانت أقل من قلتين فهذه تنجس، إن كانت أكثر من قلتين أيضا فيه كراهة أن تستعملها في قضاء الحاجة. أعرف أن بعض الناس ربما يستخدمها ويعني يتبول في مثلا أماكن السباحة، أماكن السباحة سبحان الله، هذا يعني يؤذي الناس، هذا يؤذي الناس ويكتسب أن الناس تدعو عليه، لأنه أحيانا إذا كثر من يبول في هذه أماكن السباحة ربما يدعو عليك الناس، ربما يدعو عليك الناس. وأعتقد أن أغلبها يغيرون الماء من فترة لفترة. تمام. الأفضل ألا نستخدمها، الأفضل ألا نبول في هذه الأماكن وننزه الناس عما لا نحب أن نكون فيها. مثلا إذا تبولت في المسبح فهل تستطيع أن تظل تسبح فيه والبول موجود؟ لا، تطلع مباشرة. لا ترى، لكن
يعني نفسك لا تطيب أن تبقى في هذه المكان. تصور أن إنسانا قبلك جاء إلى هذا المسبح بال فيه وأنت في كامل قواك ما شاء الله جئت يعني وكأنك تستعرض عضلاتك ودخلته وربما دخل بعض الماء إلى فمك ربما. هذا والله مستغذر مستغذر. الأفضل ألا نبول في المسابح وهذه الأماكن. أصلنا السباحة من السنة يا شيخ. لأن عمر بن الخطاب كان يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذه الأمور الثلاثة لأنها أولا يعني هي بناية للجسم، هي يعني رياضة للجسم، وثانيا لها أهداف أخرى كأنه يجهز المسلمين إلى يعني الجهاد ويعني الدفاع عن النفس. هذه الأمور. فكان يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فهذه لها أفضلية. أي سؤال؟ نختم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.